اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه لكل من يتابعنا عبر القنوات السعوديه الرياضيه كيس اي سبورت وعلى الهواء مباشره من مركز المغوات لرالي حائل 2019. ارحب في البدايه ايضا مع زميلتي هيفاء. اهلا وسهلا. اهلا فيك خالد، اهلا فيكم اعزائي المشاهدين متابعين القناه السعوديه الرياضيه كي اس اي سبورت، وتحديدا نحن هنا في عروس الشمال مع انطلاقه رالي حائل، وحابين طبعا نستعرض الكثير من الفعاليات والاحداث اللي تدور في هذه المنطقه تحديدا. نعم، في البدايه نرحب بضيوفنا الكرام المتواجدين معنا في الاستوديو، نقول الله يعطيكم العافيه على البرد. ها الله يحييك. نبدا فيكم بالاكبر ولا باليمين ولا اللي تشوف؟ تفضل فهد. تفضل الحين كلنا نتحاشى على الكبرى. تفضل. نبدا مع المهندس زياد المساوي مدير السياحه. اهلا بك استاذ. اهلا وسهلا فيك. نرحب فيك ايضا معنا الاستاذ علي العماش الخبير الاقتصادي. اهلا وسهلا فيك ومنورينا بوجودكم. اهلا وسهلا، شكرا لكم. خلينا نبدا بالاستاذ مهندس زياد، احنا بحكم الرالي وما يتعلق بالرالي، واصبح الرالي هذا علامه تجاريه تعتبر بالنسبه لاهل حائل، وبالنسبه يعني سنه السنه وبداها من اول من 2006 تقريبا، هو كان صاحب المبادره واصبح يعني اسم يتردد كثيرا خاصة في الأوقات هذه بالتحديد. نبي نتكلم عن الفعاليات، وخاصة منطقة حائل ثرية بالأماكن والمناطق السياحية التاريخية. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر القناة السعودية على التلفزيون السعودي على هذا اللقاء، والحقيقة منطقة حائل مثل ما تفضلت غنية بالمواقع الأثرية والمواقع السياحية، وايضا رالي حائل يعتبر اضافه نسبيه من ضمن الفعاليات تضاف الى رزنامه الفعاليات في المنطقه. مثل ما تفضلت من عام 2006 بالشراكه مع الهيئه العليا لتطوير منطقه حائل والجهات الحكوميه والمنظمه وهيئه الرياضه، وايضا الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني من عام 2006 وهي تنظم الفعاليات المصاحبه للرالي، بحكم انه من الانشطه الرياضيه فعاليات السياحه تكون تستهدف العائله وافراد الاسره بشكل كبير. فبالاضافه الى تطوير الفعاليات السنويه بشكل يعني سنوي وبشكل دوري، وهذا اللي صار السنه هذه الحمد لله في موقع للفعاليات المصاحبه لجميع الجهات المشاركه، فيها عده فعاليات متنوعه لهذا العام. جميل. طب كيف تشايف الإقبال هذه السنة تحديدا على المنطقة؟ يعني الحمد لله، هو الحقيقة في عندنا في مركز خاص للإحصاء السياحي مركز ماس. جميل. يقوم بعمل إحصائيات سنوية للرالي، والحمد لله زوار يصل إلى أكثر من 250-300 ألف زائر يعني سنويا لهذه الفعالية، فهي تعتبر إضافة اقتصادية للمنطقة وفعالياتها ومواقعها. مهندس، احنا عارفين انه طبعا بحكم انكم انتم مرتبطين بالسياحه ومرتبطين ايضا بتقييم المنشآت خاصه بعد كل موسم. نعم. اللي تقدم الخدمات والتسهيلات للزوار خاصه لمنطقه حائل، والحرص على تقديم برامج للاستقطاب باكثر عدد ممكن. صحيح. هذا برجع لك فيه، ولكن ممكن الاستاذ علي بحكم انه يمكن من الناس اللي معاصر الرالي والاحداث، خاصه انت كنت يمكن امين الغرفه التجاريه. صحيح. نعم. بمنطقه حائل يمكن مده 20 سنه تقريبا، والان مدير عام التنميه البشريه بحائل. اهلا وسهلا. احنا نتكلم طالما في خبره، ودنا نتكلم اذا كان في ارقام بخصوص انه ما يتعلق بحائل وما يتعلق بما طلب من، اتوقع عجله تسارع صايره في المنطقه بشكل ما شاء الله تبارك الله كبير. ما في شك فيه الحقيقة، يعني من بداية انطلاقة رالي حائل النسخة الأولى عام 2006 حتى النسخة الرابعة عشر 2018 فيه تغيرات كبيرة على المستوى الاقتصادي والإنشائي في منطقة حائل. مثلا زاد عدد الوحدات السكنية خلال هذه الفترة تضاعف، وصل إلى تقريبا 4500 وحدة سكنية في منطقة حائل. 4500 وحدة سكنية يعني غرف فندقية. 120 مبنى تقريبا شقق فندقية وخمس فنادق كبيرة.
خلال كم؟ خلال هالفترة هذه يعني سابقا تضاعف 10 أضعاف يعني من بداية النسخة اللي هو عام 2006. وجد خلال هالفترة 30 مرشد سياحي مرخصين من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وجد خلال الفترة 8 مؤسسات تنظيم رحلات سياحية. حقيقة جميع هالحراك اللي تم خلال الفترة هذه طبعا من ضمن الأسباب وجود مثل هالفعاليات رالي حائل وغيره. التركيز على أن منطقة حائل منطقة أحد مقومات منطقة حائل السياحية، والميزة النسبية تتمتع بها منطقة حائل هي الميزة السياحية. ف يعني الجهات التي يعني تخطط للتنمية في منطقة حائل تقوم على أهمية تعزيز هذه الجوانب من أجل انعكاس هذه الصناعة، صناعة السياحة على المنطقة، على اقتصاد المنطقة، على خلق فرص توظيف كبيرة. الآن في رالي حائل 2018 حسب تصريح مدير شرطة منطقة حائل يقول هناك 1000 رجل أمن يعملون على تنظيم هذه الفعاليات. أضف إلى ذلك هناك تقريبا 1000 شاب وشابة يعملون على تنظيم الفعاليات. هناك تقريبا نفس العدد متطوعين يعملون في تقديم خدمات إسعافية وخدمات تنظيمية وخدمات إرشادية. هذا الكم الهائل من العاملين على تنظيم هذه الفعالية جعل من هذا الرالي الرالي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية. هذا مثبت؟ هذا مثبت كإحصائيات. كإحصائيات نعم، أرقام مثبتة، وبالإمكان الاستعانة ممكن معنا الأخ مهندس زياد مركز المعلومات السياحية مركز ماس يصدر تقرير بعد كل رالي يبين آثار وانعكاسات هذا الرالي على المنطقة. طيب ما هي تطلعاتكم يعني للمنطقة مع هذه الأرقام اللي ذكرتها؟ يتطلع أبناء المنطقة إلى أن يكون هذا الرالي يحقق أقصى استفادة ممكنة يعني، وأي رؤية استراتيجية لتطوير فعالية رالي حائل لابد أن تبنى من خلال تقييم الوضع الراهن بشكل منطقي، بعد ذلك إمكانية تطوير الموقع العام للفعاليات المصاحبة. نشاهد الموقع الحالي قد لا يلبي حتى الآن جميع التطلعات والإمكانيات التي من الممكن أن تستقطب الزوار من خارج منطقة حائل، عدم وجود مثلا مسارح، عدم وجود صالات كافية وتقديم بعض الخدمات. لابد أن يتكامل هذا الموقع، موقع المغوات، ليكون قرية للفعاليات بشكل متكامل، يحتوي على صالات ومسارح وأماكن عامة تخدم الزوار. كذلك لابد من وجود يعني من نهاية هذا الرالي لابد من أن تكون هناك لجنة من ضمن اللجان التنظيمية للتخطيط والتطوير تعنى بتقييم الوضع الراهن لرالي حائل ومحاولة إيجاد فعاليات مناسبة وقوية، وخاصة بعد التشكيلات الأخيرة للهيئة العامة للرياضة وهيئة الترفيه والهيئة العليا للسياحة والترث الوطني. بنرجع لك في الموضوع الموقع المغوات هذا، نبي فيه عدة تفاصيل معينة وخاصة أنه كمساحة كبيرة، ولكن نرجع المهندس يعني تكلم هو عن أرقام، وعن بحكم أنكم أنتم أيضا متخصصين في موضوع الأرقام والإحصائيات. صحيح. احنا بد ان شاء الله يعني بعد يعني لو بكره حصلنا عن ارقام موثقه من قبلكم على اساس نقدر نوثق. نعم. خلال والرقم اللي تحدث فيه انه كاكبر رالي في الشرق الاوسط. صحيح. دائما ما احنا يروج عندنا دائما احنا كل ما نتكلم نقول دائما اكبر تفاعل شغله في الشرق الاوسط في الشرق. نعم. الاوسط، وفي الاخير يطلع الموضوع يعني اجتهاد. نعم. انه صحيح. فمثل هذه المشاريع طالما انه اطلق عليه انه بالارقام، دور السياحة الآن وخاصة إنه ومع رؤية 2030 القادمة. نعم. بيكون هناك في تطلعات، وأنا أتكلم إنه حائل فيها ما شاء الله، لا إذا تكلمنا من الموقع الجغرافي، إذا تكلمنا من الطبيعة الموجودة فيها، إذا تكلمنا. نعم. هل سيتقف على الموضوع على الرالي فقط؟ الرالي بكرة ولا بعده مثلا صار له تنظيم آخر أختلف؟
نعم صحيح. ايش بيصير مع حايل؟ هو الحقيقه مثل ما تفضل الاستاذ علي عماش، في بدايه رالي حايل عام 2006 لاحظنا احنا في الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني تطور ملحوظ في مجال الخدمات وخاصه قطاع الايواء، مما زادت ايضا في تطور في مجال الاغذيه والمطاعم والخدمات والمرافق بشكل عام. منطقه حايل مثل ما تفضلت فيها يعني مقومات متنوعه، يعني بالاضافه الى مواقعها الاثريه فيها اكثر من 370 موقع اثري وتراثي، من ضمنها موقعين مسجل في اليونسكو قائمة التراث العالمي في جبة وشويمس، بالإضافة إلى نمط السياحة الصحراوية أو الطبيعية أو مثل ما تفضلت هذه من الأنماط السياحية اللي حائل تتميز فيها، لأن في منطقة حائل فيه الكثبان الرملية، النفود، الجبال، السهول، الأودية والجبال وغيرها من التنوع التضاريس. أيضا هناك مقومات سياحية التراث اللامادي، وهو الحقيقة دائما نحب نركز عليه في مجال تطور السياحة والفعاليات الشعبية والتراثية. هناك الفكلور الشعبي، الرقصات، الكرم الضيافة، هذه أمور تعتبر من الأنماط اللامادية أو السياحة التراث اللامادي اللي ممكن يشهده أو يلاحظه الزائر إلى المنطقة. كل هالمقومات هذه تحتاج إلى يعني تعزيز هوية لمنطقة حايل، من ضمنها تعزيز منطقة حايل كوجهة للسياحة الصحراوية، وهي اللي بدأت في تشكيل رؤية تطوير السياحة الصحراوية في رالي حايل والأنشطة المصاحبة للرالي. فهذا الحقيقة كانت رؤية ويعني اشترك فيها جميع الجهات الحكومية، ونسعى في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطويرها إن شاء الله بشكل أفضل. تفضل مثل ما تفضل الأستاذ علي قال أن المنطقة مفتوحة ومش مجهزة، احنا الحقيقة فعالياتنا دائما نحب أن تكون مواقع تفاعلية للزوار، فيها جادة الرالي عبارة عن مساحة للفلكلور يتفاعل فيها الجمهور، بالإضافة إلى مكان للضيافة وهي جلسة شعبية للضيافة، وأيضا فعاليات للطفل، مسرح الطفل والأسرة، وهي متنوع فيها العديد من المسابقات والأنشطة، وأيضا واحة السياحة، احنا نسميها واحة السياحة، منطقة عبارة عن منطقة مفتوحة فيها العديد من الفعاليات والترفيهية والجلسات العائلية. إضافة أضفنا بعض الفعاليات النوعية لهذا العام، من ضمنها فعالية المسرح التفاعلي أو إضافة إلى السينما التفاعلية والوثائقية، وهي سينما توضح المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة يعني بشكل عام. يعني هذه الأشياء مستمرة، ما هي فقط وقت رالي حائل. نعم، هذه لا هي سنويا نقوم تنظيمها، لكن نضيف عليها فعاليات إضافية، يعني أيضا في فعالية تكتشف الواقع الافتراضي في الموقع، وهي من ضمن الفعاليات التقنية الجديدة اللي ممكن الواحد يشاهد يعني المسابقات، الرالي، السيارات في الموقع. الحقيقة احنا دائما نسعى لتنوع الفعاليات الترفيهية والأنشطة الخاصة اللي تستهدف العائلة والطفل بشكل عام. نعم. أنا في سؤال، والسؤال للطرفين بشكل عام، يعني في رالي حايل وعرف وأصبحت جميع الأمور مرتبطة بالرالي، يعني خلاص أصبح الموضوع أنه بدأ الرالي بدأت الفعالية، انتهى الرالي انتهت الفعاليات. نعم. أخذت الصبغة أكثر، أو أنه مثلا المنافسة يعني، وهذا شيء جيد، ولكن المفروض أنه يبدأ هناك الانطلاق لاستمرارية استقطاب الزائر، سواء كان من غير الرالي. نعم، هو يقام بالمنطقة عدد كبير من الفعاليات، بس المعروف الآن لكن رالي حائل أصبحت بصمة متخصصة لمنطقة حائل، لكن يقام بالمنطقة تقريبا بحدود 18 فعالية كبيرة خلال السنة، يصاحب هذه الفعاليات فعاليات مصاحبة أخرى. أبرز فعالية بمنطقة حائل هي رالي حائل، يقام مهرجان الصيف ومهرجان الربيع ومهرجانات أخرى مختلفة خلال السنة على مدار السنة، لكن الأبرز واللي أخذ طابع بصمة
مختصة في منطقة حائل هو رالي حائل. حقيقة تنظيم رالي حائل يكلف تقريبا بحدود من 12 إلى 15 مليون ريال، لكن يحقق عوائد على منطقة حائل قد تصل إلى 80 إلى 100 مليون ريال خلال فترة إقامة هالرالي. لكن لابد من تضافر الجهود لتعزيز هذه المكاسب خلال المستقبل. مثلا لا يوجد حتى الآن في منطقة حائل حلبة لرياضة السيارات. الآن منطقة حائل تتميز يعني أثرت صناعة الراليات على منطقة حائل أن تميزت الورش الصناعية في منطقة حائل بتعديل السيارات على مستوى المملكة العربية السعودية. وهذا هنتكلمنا فيه مع أضف إلى ذلك أنه وجود جيل جديد ممكن أنه يكون يعشق هذه الرياضة وممكن يساهم رياضة المحركات. ورأينا الآن يعني شباب من منطقة حائل يشاركون في راليات مختلفة في مصر، في الإمارات، في الأردن، يشاركون ويحصلون على مراكز متقدمة. طيب أنا أتكلم برضو أجيب من جهة ثانية، لماذا أنه رالي هو أخذ الصبغة الأكبر؟ لماذا ما يكون هناك فيه؟ وأنا متأكد اللي ساعد نجاح الرالي هي المنطقة. لماذا ما يكون هناك مشاريع برضو تضاهي مثلا الرالي؟ والحقيقة في اجتماعات سابقة مثل ما تفضل الأستاذ علي كان في فعاليات متنوعة، لكن التركيز على فعاليات محددة والنوع يعني أكثر من الكم. فدائما احنا في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودنا يعني أن يكون في فعالية يعني بارزة ونوعية، أو مثل ما صار في رالي حائل. بالإضافة هناك فعالية الصحراء، مهرجان الصحراء، أيضا في ملتقى الحرف والصناعات اليدوية، وأيضا هناك توجه للفعاليات السياحية في المحافظات، وليس فقط التركيز في على مدينة حائل، أيضا مثل موقع فعاليات ليالي جبة التراثية، وأيضا مهرجان درب زبيدة التاريخي، والفعاليات المتنوعة. الأهم نوع الفعالية، هل هي رياضية، هل هي تاريخية وتراثية؟ فالتنوع بالفعاليات من خلال رزنامة للفعاليات السياحية هذه أيضا تعطي يعني حركة اقتصادية وتطور السياحي بالمنطقة. يعني فاحنا دائما نسعى أننا تنويع الفعاليات السياحية في المنطقة، وليس يعني التركيز على نمط أو نشاط مهرجان محدد. يعني بس ما في شيء ظاهر مثل الرالي. نعم، وش العوامل اللي ساعدت الرالي أنه ينجح؟ ربما أن حائل يعني تتميز مقومات المنطقة خدمت هذه الفعالية. يعني شوف المملكة العربية السعودية 300 وكم موقع أثري؟ نعم، سياحة الآثار يعني مجال واسع. شوف منطقة حائل بيئة خصبة للنشاط السياحي، لكن ما هو أي نشاط سياحي. يعني بالمملكة العربية السعودية كل مدينة لها طابعها وكل مدينة لها مقوماتها. مثلا المدن الساحلية ممكن تنشط في الرياضات البحرية وفي الأنشطة اللي على الشواطئ والأنشطة القريبة من كذا، لكن المناطق الداخلية لابد أن يكون هناك مقومات جاذبة للزوار لإغراءهم في الحضور إلى منطقة حائل وزيارتها والاستكشاف هذه المناطق. طبعا كما أشار الأخ مهندس زياد، وجود موروث إرث حضاري كبير تاريخي قديم، هذا من أبرز المقومات وله جمهوره اللي يسعى أنه يزور مثل هالمناطق. كذلك الأجواء اللطيفة، كذلك بعض الفعاليات الرياضية، المناظر الطبيعية، كل هذه تتكامل بحلقة معينة لأن تكون تبرز مجهود المنطقة في أن تختار ما يناسبها وما يلائمها من فعاليات. ولعل تميزت هذه الفعالية رالي حائل في أن تجذب جميع هذه المكونات. جيد، أنا هيفة بحكم أنه يعني العنصر النسائي موجود، يعني رياضة السيارات عامة للشباب، عارف، والسياحة ما هي واقفة بس على الشباب، أيضا للعائلة كسيدات. بس يعني مثلا أنا يعني مثلا أكون يعني لو أنكم مثلا تركزوا على السياحة المواقع الأثرية أكثر أو تبرزوها أكثر، يعني طب انتهى رالي حائل، ينتهي بعدها فعلا تقل وما في إلا الأشياء البسيطة. أنتم المنطقة أثرية، فليه ما يعني تحاولوا أنكم تستفيدوا منها حتى اقتصاديا؟ يعني والله أنا يعني يمكن أنا أقرب من هالموضوع، لكن ألاحظ أنه يكون فيه تنظيم رحلات سياحية لجميع المواقع التراثية والأثرية في منطقة حائل في أي مهرجان يقام بالمنطقة.
تكون في باصات سياحيه سواء للاجانب. يعني في برامج وفي نشاط. نعم في برامج اليوم يعني من ضمن يمكن فيه عدم تغطيه لهذه البرامج اليوم. اظن فيه وفود اجنبيه منطقه جبه هناك عندنا يعني اثار ونقوش. قد يكون فيه ضعف من ناحيه التسويق والاعلام، لكن احنا في كل مهرجان ندعم المنظمين الرحلات السياحيه لعمل برامج سياحيه. القصور هذا من يتحمل؟ الجهات الإعلامية ولا الجهات الممكن القائمة؟ لا، احنا ندعم القطاع الخاص، ومثل ما تفضل أستاذ علي فيه منظمين للرحلات السياحية يقومون بتسويق البرامج واستقطاب الزوار وعمل تنظيم للرحلات أو المسارات السياحية سواء داخل مدينة حائل أو في المحافظات والمواقع الأثرية مثل جبة أو في فيد أو في جنوب منطقة حائل. فهذا من ضمن البرامج والمسارات المعتمدة. نعمل حنا أيضا مع الشركاء، مع الأمانة المنطقة ومع الجهات المعنية في تهيئة وإيصال الخدمات والبنية التحتية والمرافق لهذه المواقع السياحية والأثرية. في بعض المواقع بعيدة تحتاج إلى تسهيل بعض الطرق، بعض اللوحات الإرشادية، بعض الخدمات، وحنا الآن في الخطة القادمة نعمل تطوير المواقع اللي خارج مدينة حائل. حنا دائما نركز على المتاحف الخاصة والمتاحف والمواقع التراثية داخل مدينة حائل، لكن الآن في توجه لتطوير أهم موقعين عندنا مسجلة في اليونسكو، موقع جبة وشويمس الآن فيها مسارات داخل الموقع ولوحات باللغتين العربي والإنجليزي، وأيضا معرفة النقوش، وصف دلالات لهذه النقوش الأثرية الموجودة على أساس أنه السائح إن شاء الله يدخل يجد متحف مفتوح يحاكي الماضي. طيب في أنا قاعد يدور في بالي وأنت تتحدث، طيب الان في ظل وجود الاعلاميين خاصه سواء كان يعني التلفزيون السعودي، واضافه في وجود الى وكالات او اذاعات وقنوات اخرى اجنبيه موجوده. نعم. هل فكرت السياحه انه تستقطب بعض الاعلاميين تعمل لهم جولات سياحيه؟ نعم، احنا عملنا بعض البرامج في البرامج الرحلات يعني كتعريف عن المنطقه للاعلاميين. صحيح، وقمنا في هذه البرامج قبل تقريبا سنه، وممكن نستمر في هذه الرحلات للإعلاميين للتعريف بهذه المواقع. لكن حنا الآن من خطتنا الآن في تهيئة المواقع السياحية، ودنا أننا بعد تهيئة هذه المواقع وتجهيزها للزوار يتم عمل الرحلات يعني تكون جاهزة نعم، في الآن موقعين إن شاء الله في نهاية شهر فبراير راح يكون مفتوح للزوار بإذن الله ومجهز في كامل التسهيلات. بس يحتاج أنكم أنتم برضه أيضا لكم دور. نعم، الإعلاميين يجون عندي لمكاني ومن الرالي أحاول. صحيح. حنا الإضافة إلى الاستثمار في القطاع الخاص، يعني المواقع السياحية تحتاج إلى بعض الخدمات والمرافق والمثل اللي تحتاجها. إحنا نحتاج مهندس نعرف أماكننا أول شيء، فهمت؟ نعرف. يعني نبي نعرف وين، يعني إحنا أبناء يعني في المملكة ممكن نجهل بعض الأماكن، ممكن حتى نسمع بعض الأماكن الأثرية بس ما نعرف تاريخها. صحيح. عارف؟ ممكن أنتم كدور كسياحة. احنا باذن الله يعني راح يتم فيه تركيز بشكل كبير عن التسويق والاعلام للمواقع الاثريه والسياحيه في المنطقه بشكل اكبر، خاصه الان في توجه المواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فممكن تضاف الى القنوات. في برنامج اسمه اكتشف السعوديه ولا شيء؟ نعم، قائمين على هيئه السياحه ايضا زارونا في المواقع الاثريه وتم التعريف بعض المواقع، لكن احنا نعمل على تكثيفها بشكل مستمر إن شاء الله للتعريف فيها بإذن الله. إن شاء الله. تفضل. هي الآن تحدثنا عن المغوات وعن الموقع هذا، يمكن إذا الزملاء أمس استعرضناها على الهواء مباشرة يعني بالتصوير الجوي، منطقة جيدة وكبيرة هذا المكان. نعم. يعني وفي مساحات كثير. صحيح. ليه ما يستغل؟ سؤال ممتاز. حقيقة المغوات تنقسم إلى قسمين، قسم يتبع لأمانة منطقة حائل وقسم يتبع للبيئة والزراعة والمياه. والقسم اللي يتبع لوزارة البيئة والزراعة والمياه أكبر من المكان هذا وجوار المكان هذا. نعم. ومطروح الآن للاستثمار للقطاع الخاص. حقيقة منطقة حائل تحتاج إلى قرية سياحية متكاملة. الاستثمار في هذا المكان استثمار مربح، لكن يحتاج إلى شركات كبرى متخصصة للقيام بتجهيز البنية التحتية. الآن هذه على هو نشاهد الآن معنا
لقطات للمنطقة بشكل كامل. يعني نعم هذا المسرح، المساحة هذه الخارجية، هذا المسرح الروماني داخل المغوات، هذه الجبال المحيطة بالمغوات، وهذه الساحة الخارجية. شايف الساحة اللي فوق هذه الفاضية، كل هذه قابلة أن تستوعب تقام عليها مدينة ترفيهية متكاملة، قابلة أن تكون بين الجبال هذه تلفريك ممكن يأخذ الزوار ويعني إلى تلال أخرى وجبال أخرى، قابل أن يكون هناك صالات لعرض دور سينما ومسارح متميزة، قابلة للاستثمار في مجالات كبيرة، لكن تحتاج إلى رؤية واضحة وتحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى شراكة كبيرة بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية المعنية بهذا الموقع، وممكن يطلع من أفضل المواقع الاستثمارية على المستوى الوطني. نعم. وقابل أنه يكون يحقق يعني تطلعات القيادة في أن تكون السياحة رافد اقتصادي فعلا للمنطقة. طب الاستثمارات مثلا تكون زي ايش مثلا؟ يعني إقامة المدن الترفيهية، إقامة المسارح، إقامة صالة السينما، إقامة حلبات السباق، استثمارات والخدمات المصاحبة. المساحة كافية للأمور هذه؟ كافية، كافية وأكثر. يعني أظن من المدخل من داخل هناك من قبل السوق، نعم، هي تابعة للمركز المغوات تقريبا، يعني تقريبا من الدوار اللي المدخل من الدوار، هذا كله تابع للمغوات، وما يقع غرب الدوار هذا منتزه مشار، ارجو ان تتاح لكم الفرصه تزورونه، حقيقه اكبر من المغوات يمكن 5 أو 6 أضعاف، ومنتزه جميل متروك، منتزه بري ومنتزه وطني، هو مطروح الان جزء منه للاستثمار من خلال وزاره الزراعه والبيئه والمياه. اتمنى ان تكون الاستثمارات التي فيه يعني غير تقليديه وتكون تلبي تطلعات ان شاء الله المنطقه. تسمح استاذ علي، مثل ما تفضل، الميزه بهذه المواقع انه مثل ما تلاحظون انه من داخل مدينه حائل، من المدينه تنتقل الى الطبيعه والمغوات والمشار في 5 أو 10 دقائق، فالانتقال من داخل المدينه الى المواقع الطبيعيه او المنتزهات الوطنيه الجميله هذه تكون يعني في فتره قريبه يعني، هذه من احد المميزات النسبيه اللي الحقيقه تضاف الى منطقه حائل، وهو وجود هذه المواقع الطبيعيه في مجاوره للمدينه، من خلال سلسله جبال اجا وبعض الاوديه الجميله داخل هذه الجبال. جيد جيد، التقرير موجود؟ تفضل. تقرير؟ ايه معنا تقرير. طيب نطلع تقرير للاسر المنتجه ونرجع. شكرا للزملاء في الاستوديو، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام متابعين قناه كي اس سبورت في هذه الحلقه الخاصه بكل تاكيد مهرجان رالي حائل. احنا موجودين في مهرجان الرالي، هذا المهرجان الذي يتواجد فيه كثير من الانشطه داخل هذا المهرجان، انشطه تسوق، نتكلم عن ايضا بعض الانشطه الموجوده من قبل القطاعات الحكوميه والاسر المنتجه وانشطه ترفيهيه عديده في هذا المهرجان. احنا موجودين في المنطقه الخاصه بالاسر المنتجه ومعنا الاخوات اللي موجودين معنا، يعطيكم العافيه. تعرف عليكم. هلا مرحبا. فاطمه الداسري اختك؟ نعم. الله ينعم بحالك فاطمه. كيف المهرجان معكم؟ يا رب لك الحمد، تمام وضعنا يا رب لك الحمد، والحمد لله اقبال الزوار يعني بكثره يا رب لك الحمد هاليومين، ومره مبسوطين وسعداء بالمهرجان. لازلنا مشاهدين الكرام في الأركان الخاصة بالأسر المنتجة في مهرجان الرالي اللي تابع للرالي حائل في حائل بكل تأكيد. معنا أم مبارك ما شاء الله اللي عندها التقديمات الحلوة من الحلويات، يعطيك العافية أم مبارك، ما شاء الله تبارك الله، حلويات جميلة وتقديمك لها ما شاء الله بشكل حلو. الله يحفظك يخليك، وما قصرتوا على هاللقاء الحلو، يعني الشغلات هذه ما شاء الله متصنع الإيدينا ومنها. كيف شايف أقبال الناس على الشراء وعلى هالحلويات وعلى الأسر المنتجة بشكل عام؟ لا رب لك الحمد، بالعكس الأسر المنتجة ما قصرت معنا وفتحت لنا
الكباين هذا أساس نبيع فيها وفي إقبال حلو. العافية أستاذة سلمى الشمري، باحثة اجتماعية وموجودة ضمن جمعية الأسر المنتجة في منطقة حايل. رحب فيك عبر قنوات كي اس اي سبورت. وش دوركم في هذا المهرجان؟ دورنا بالمهرجان كتسويق للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم وفتح منافذ بيع لها من خلال المهرجانات. طيب كيف شايفين أنتم إقبال الناس على ما يعرض من قبل الأسر المنتجة؟ بالعكس إقبال ممتاز، وعندنا مجالات كثيرة ومختلفة، يعني من عطور، من طبخ، من حرف، يعني كل المجالات موجودة عندنا. ما شاء الله تبارك الله. أنا من دخلت مهرجان الرالي من البوابة ما شاء الله إلى أغلب المهرجان الأسر المنتجة موجودين ومنتشرين في كل مكان. يعني أنتم ما شاء الله تبارك الله قاعدين تقدمون عمل مميز، وقاعدين أيضا تقدمون هالأسر المنتجة للناس اللي حاضرين لهالمهرجان. هذه من أهدافنا، يعني من أهداف الجمعية أنه نطور الأسرة المنتجة، وبالعكس الناس عنا تكون منتجاتهم أفضل إن شاء الله بالمستقبل. في عدد معين أنت عارفته للموجودين هنا في خلينا نتكلم العرض أو البوثات الموجودة للأسرة المنتجة؟ تقريبا 210 من الأسرة المنتجة المستفيدة بالرالي. يعطيك العافية عمي، ما شاء الله حضور اليوم مع العائلة الكريمة في هذا المهرجان الجميل، مهرجان الرالي. بتكلمنا عن المهرجان وعن الأشياء الحلوة اللي شفتها في المهرجان. المهرجان هذه السنة في تطور من المهرجان العام السابق، ونشكر أمير منطقة حائل على المهرجان الملفت للنظر هذه السنة ومهرجانات أخرى في منطقة حائل. يعني أعداد المهرجانات المنطقة حائل يزيد عن العشرات، وفي قرى ومحافظات حائل كذلك. فالسنة هذه المهرجان ما شاء الله ملفت للنظر، وحتى يعني أنه استقطب من مدن أخرى إلى حائل، حتى أن الشقق والفنادق فل يعني امتلت من جودته أو من القائمين على المهرجان، أنه من ازدهار لازدهار. يعطيكم العافية، ما شاء الله اليوم حاضرين لمهرجان الرالي، هذا المهرجان المميز. كيف شايفين المهرجان؟ والله مهرجان يعني حلو، في فعاليات، في ألعاب أطفال، في أسر منتجة، أكلات شعبية يعني حلوة، يعني حلو ما شاء الله. يعني شو اسمه اللي يجون أكثر شيء يعني اللي من برا وكذا يحضرون فعاليات رالي حائل، في أشياء يعني حلوة. يعني أعطيك العافية ما شاء الله، رغم الأجواء الباردة لكن الحضور كبير ما شاء الله في هالمهرجان، وشايفينكم شباب متواجدين أيضا في هالمهرجان. الحمد لله، والله مهرجان حلو يستاهل فرصة أنك تجي تشوف الأركان كلها تمشى. يعني ما شاء الله خلينا نتكلم عن الرالي، شيء مميز وكل الشباب يحبون السباق اللي صار في الرالي، لكن المهرجانات المصاحبة أيضا في إقبال كبير سواء كان من العوائل حتى من الشباب. إيه صح، لأن نفس الرالي يعني صعب إنك تمشي تتفرج والعوائل والشباب، فنجي هنا كأننا رايحين شايفين الرالي كله، يعني نشوف في تغطية كاملة للرالي. شكرا للزميل فهد المالكي على هالتقرير الجميل، وفعلا وشكرا للأسر المنتجة وعلى كل ما قدموه لنا زي ما انتم شايفين. يعني اليوم طبعا ان شاء الله قالوا يوميا بيكونوا يقدمون هدايا، ان شاء الله وانتم طالعين تاخذون معكم من اعمالهم. دعم لهم صراحه يعني جهدهم يعني جيد، يعطيهم العافيه وممتاز. لكن احنا عموما في يعني نهايه الحوار، انتم بامان يعني فيه ارقام كثيره احنا ما اطلقنا لها، ويمكن الوقت ما اسعفنا كثير، ولكن احنا نتمنى ان شاء الله انه، وهدفنا من اقامه مثل هذه البرامج والتسليط الاعلامي هو خدمة المنطقة وخدمة ما يخدم الزائر بشكل خاص والزوار اللي من خارج المملكة بشكل عام. لكن لازم تعلنون عن البرامج الزيارات للإعلاميين إن شاء الله. بإذن الله البرامج والمسارات السياحية راح يتم
التركيز عليها بشكل أفضل. لازم يصير في تضافر بينكم وبين إدارة الرالي. نعم. لأنه زي هذه فرصتكم تقدرون، العالم قاعد تيجي إلى حدكم. صحيح. فالفرص هي، فإن شاء الله بإذن الله أستاذ علي نلتقي بحول الله. شكرا تقدير أستاذ علي العماش. أنا والله أحب يعني أشكركم على هالاستضافة الطيبة، ويعني أرفع الشكر لسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة وسمو رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل والأخوان اللجان في القائمة على تنظيم رالي حائل والأخوان في هيئة السياحة والتراث الوطني وهيئة الرياضة. شكر للجميع على تقديم هذه الفعالية التي نتمنى إن شاء الله أن تكون أفضل خلال السنوات القادمة بإذن الله. شكر للمهندس زياد المساول مدير السياحة، شكرا على حضورك. حنا نشكركم على هذه الاستضافة ونشكر جميع المسؤولين والشركاء والمشاركين في هذه التظاهرة والفعالية الدولية، ونتمنى أن زوار منطقة حائل يستمتعون معنا في خلال هذه الإجازة إن شاء الله في المواقع السياحية والأثرية والمواقع الطبيعية والفعاليات المصاحبة إن شاء الله. بإذن الله نلتقي إن شاء الله على الإجازات بإذن الله. بإذن الله. شكرا لتواجدكم، أيضا متواصلين معكم مشاهدي الكرام في تغطيتنا على الهواء مباشرة، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. تكملة ما تبقى من برنامجكم ليالي الرالي، طبعا مع الضيوف الكرام استاذ ابراهيم المهنا ومتعب العواد. اهلا فيك. مرحبتين استاذ ايبا، ومرحبا الزميل خالد ومشاهدين القنوات الرياضيه وزميلنا ايضا البطل ابراهيم المهنا. كيف كان ابراهيم؟ عد غني على التعريف. من الاشخاص اللي في يعني بامانه يمثل المملكه بشكل مشرف، إنجازاتها على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن بشكل عام، مكافح بصراحة يعني في كل الاتجاهات، وفي ظل أنه الرياضة رياضة المحركات تحتاج دائما إلى الداعم المادي بشكل كبير. إحنا طبعا نبي نتكلم في البداية معك خصوصا أنه الرالي ودخول اللي هي تي فور، طبعا هذه الفئة الجديدة لأول مرة و مبادرتها من خلالك، يعني ودنا نتكلمنا عن هذا. بسم الله. أول شيء سعيد جدا أكون معكم وفي النسخة الرابعة عشر، اللي الحقيقة يعني أنتم جزء من ظهورها على مستوى الراليات في منطقة الشرق الأوسط عموما،
وانت من الناس اللي بدأوا يتخصصوا معنا شوي، بدأت تعرف رياضتنا لا بنافسكم ان شاء الله قريب. ان شاء الله تي فور ثلاث مقاعد، ها يعني راكب ثالث، في راكب ثالث اجباري صرنا كداني مو الله يطول عمرك ويبارك الله يسهل. ففكره الشاحنه فكره يعني تراود كثير من السائقين، محبوب ولها جمهورها ولها ناسها. فانا طبعا الرالي هذا يمثل رقم 130 بالنسبه لي، نعم رقم واحد بالنسبة للتيفور، أول رالي في التيفور بالضبط. ولكن إن شاء الله بداية جديدة وتسجيل رقم يعني اسم جديد في حائل تيفور يسجل باسمي، هذا شرف لي يعني اعتز فيه بسنوات، حتى لو ما شاركت في التيفور مرة ثانية إلا أني سجلت أول فريق سعودي بتيفور في رالي حائل. وعلى صدى المشاركة جتنا اتصالات عن طريق الفريق اللي جهز الشاحن عندنا، يرغبون لتأكيدي للسنة القادمة اللي بشارك أساس الشارك، لأنهم هم يخافون من الصحراء، مش لأن التيفور ما تقدر تدخل إلا مع تيفور أخرى، نعم للمساعدة في المراحل وفتح الطريق بالضبط. بس التحدي فيها تحدي مغامرة أكثر من سرعة، فمع المغامرة تحصل صعوبات أعطال، مشكلة أعطال أكثر من السيارات التي بالضبط حكم الوزن، الإطار حقها يقعد 15 دقيقة لازم تفك تفصل الكفر عن الرنج اللي هو الحديد، يعني يبغى له ثلاث اشخاص لازم من التي فور ما يعرف يعني تدعي على المقعد المرتبه الثالثه. ايه عشان نبغى نحرك. بالعكس لو تحكينا اكثر عن بداياتك مع الرالي. بدايه الرالي طبعا كل تقريبا اذا تسالين اي متسابق سعودي بدايه الرالي لازم يقول حايل. حايل هي النواه حقت الاتحاد السعودي، وهي نواه رياضه السيارات بشكل عام. فانا ابتدينا من 2006 كحضور حضرنا، و2007 جهزنا، 2008 شاركنا، فهذه البدايات. بعدين كانت المشاركة يعني الأولى صعبة بحكم الدخول الرياضة، والحمد لله بعدها يعني فزنا برعاية وزارة الداخلية نادي ضباط قانون أمن، هذا سهل لي حاجات كثيرة في الرياضة، ويعني حصلنا على رعايات كثيرة. يعني في البداية أنا كنت محظوظ الحمد لله وشكرا، ومن أهمها رعاية وزارة الداخلية نادي ضباط قانون أمن. كانت 2009 سنة خير بالنسبة لي، بداية يعني قوية في الراليات، فزنا برالي الفراعنة وسجلنا أول نقاط للمملكة بطولة كأس العالم سجلت باسمي، وبقى في اللي هي في بطولة الكروس كنتري قبل يسجل ماجد الغامدي في بطولة الباها وأنا سجلت في الكروس كنتري، و2010 وصلنا وصيف بطل العالم، وتوالت الإنجازات الحمد لله وراء الإنجازات، وكلها يعني بفضل الدعم والرعاية بعد الله سبحانه وتعالى من نادي ضباط قونا. نعم اليوم كان في المرحلة الاستعراضية والأنتي فور إيش وضعه؟ والله انا اكتشفت اليوم في جمهور خاص للتيفور إيه؟ جايين خاص قاعدين ينتظروني، مع انه الجو برد اخر المرحله والظلال يعني غطى عليه صار جزء منه، يعني خلاص راحت الشمس تزيد البرد، فالناس قاعدين ينتظرون، لان رقمي دائما الشاحنه تكون متاخره الانطلاقه، حتى لو تقدمت النظام الانطلاق يخرونك على اساس حكم المسار يكون الاسرع، فئه الشاحنه بطيئه مهما كان. طب السبيل عندنا 120 في التيوان، احنا ال 120 هذه مخلصين منها قبل ما ندخل، هذا اول ما تسخن. نعم بالضبط. فهنا فيها يعني الوزن 8 طن، ضربات السياره بتكون الان الى المسافه على طول المسافه خاصه في السنه هذه زيادت، ايش تشوف يعني؟ هل تتوقع انك ان شاء الله بتتجاوزها؟ والله هي احلى المغامره بتكون احلى، لانها تكون اصعب بتكون احلى ان شاء الله. فيعني دائما المراحل الصعبه فيها نكهه المغامره وذكرياتها تكون احلى. هو دائما المغامره واضح انه يعني عارف يتوقع شيء كثير. انا جاي للمغامره يعني اكثر، وحتى في تنقلات او شغل ما زي السياره الاولى الصغيره اي شيء يشيلها، هذه لا يبغى لها ترتيب خاص. حتى الاخوان هنا في التنظيم، نعم يعني لما اول ما وصلنا كانوا حريصين نكون بدري على اساس يشوفون البوديوم ويشوفون المداخل والمخارج اللي تتناسب مع حجمنا اليوم ولا ما تتناسب. يعني اليوم احنا اكبر فئه دخلت رالي حي كحجم كمقاسات وكوزن البوديوم برضو. يعني حتى الفحص يعني كيف تعاملوا مع الفحص؟ تعاملوا الفحصين على الدوليين، ويعني الشيء هذا طبعا السياره كتجهيزات احجامها وال لا مصنفه الشاحنه ولا اتكلم عن المعهد او المعهد فحصنا برا. ايه احنا قلنا لهم اللي شاطر يطلع لنا برا، ما نقدر ندخل جوا. المقاسات كانت مختلفه، لكن
طبعا هي اساسا حتى من شروط الاتحاد الدولي انه الكروس كنتري اللي هو زي نعم. ينطبق على رالي حائل يكون يستقبل الشاحنات لانه يكون مهيئ لها. الباهه لا مو شرط، لا احيانا يكون يستثنى يقول لك الشاحنات ممكن نقبلها، في البوديوم ممكن تعدي من برا البوديوم عادي ما في اشكال، بس حائل كانوا حريصين ان نكون في قلب الحدث في البوديوم في كل شيء يكون من ضمن الحضور. طيب استاذ متعب، كيف تشوف الاداء الاعلامي للرالي والعمل والانعكاسات الداخليه والدوليه؟ عفوا، انا اعتقد انه العمل الاعلامي في 2019 كان اقوى وامكن، يعني امكن من ناحيه تمكين كل وسائل الاعلام للمشاركه في تغطيه رالي حائل. المركز الاعلامي في رالي حائل ممكن لاول مره يعني هذا العام يعني انشانا قسم الاعلام الخارجي او نقول مع الوكالات الاجنبيه متسارع، يعني وفق اللغات او البلدان اللي مهتمه في الراليات. وجدنا تفاعل جدا قوي، شاهدنا الوكالات العالميه يعني ممكن نسمي زي رويترز زي الالمانيه زي ايضا المهتمين في رياضة السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الحسابات الموجودة في فرنسا كلهم متفاعلين، خاصة نادي السيارات الفرنسي مهتمين في رالي حائل. المحتوى الإعلامي مقسم عمل كبير منظم، يعني من ناحية التحرير قسم التحرير، من ناحية قسم الانفوجرافيك، من ناحية الفيديوهات، من ناحية التصوير. أو يعني المركز رالي حائل 2019 يعني من 2006 من البدايات خرجنا مصورين في روح الصورة أو في روح الرالي أو حس الرالي أو حس السيارة المنطلقة على الكتفان الرملية. أنا أعتقد أنه العمل كان منظم جدا وانعكاساته يعني شاهدنا تطوير للصحفيين، الحس الصحفي، الحس المعلومة، الحس الرقمية. ايضا في هذا المركز عملنا على اكثر من اتجاه اللي هو الاعلام الورقي ونقول الاعلام التقليدي، الاعلام الالكتروني والاعلام ايضا الرقمي وايضا وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو السوشيال ميديا. المحتوى انا اعتقد انه حتى اليوم الانطلاق انا اعتقد انه عالي جدا، يواكب الحدث، يواكب المتسابقين، يواكب أيضا الفعاليات المصاحبة في رالي حائل. أصبح المنتج ليس منتج رياضي بمفهومه الخاص، بل منتج سياحي ترويج للبلد. أصبح رالي حائل نقطة دولية أو نقول في منطقة الشرق الأوسط أصبح له إضاءة خاصة بسبب التواجد وهالكثافة الإعلامية. أيضا أختي هيفاء اليوم المركز الإعلامي بث أخبار باللغة اليابانية ما شاء الله، جميل. وهذه إضافة جدا جميلة من الزملاء وكل المتواجدين في المركز الإعلامي سعوديين، خبرات سعودية، توطين عالي جدا وصل بنسبة تقريبا 100%. حتى الانفوجرافيك الفيديوهات جميعهم شباب سعودي من أبناء حائل وهم جزء لا يتجزأ من أبناء المملكة، ولكن هذا يعني كثير من المسابقات نشاهد شركات و عالمية تدير هذا، لكن هنا في رالي حائل أصبح إدارة وتنفيذ إعلاميا كله من أبناء المنطقة وأبناء هذا الوطن، وهذه إضافة جدا جميلة ونفتخر فيها حنا كسعوديين قبل أن نكون حائليين. فعلا يعطيكم العافية والله على شيء. كابتن إبراهيم، أنتم طبعا بحكم أنكم مرتبطين كثير بالمركز الإعلامي وتحرصون دائما على المركز الإعلامي يخدمكم ويقدم لكم التغطيات أول بأول، لكم ملاحظات على المركز الإعلامي؟ لكم يعني انا بصراحه هذا الشيء اسمع دائما ك من السائقين والملاحين، حتى الملاحين مساكين طبعا عادي انه الملاحين فعلا يعني احيانا يكتفون، مع انه يكون لهم دور كبير في الملاح، له دور اساسي اكيد ويتصاعد يعني على حسب الرالي. كانت الرالي نقاط مخفيه، لا يمكن قوه الملاح افضل اهم من السائق، يعني يختلف قوة الأداء وقوة ونسبة القوة بنوعية المسار ونوعية اللي كاتب اللي رسم الطريق أو الرود بوك. إنه إذا كانت النقاط مخفية لا يمكن تصل إلى 70. أنا بالنسبة لي أقول الملاح أهم من السائق، بعد ما بعد السيارة كويسة أمورها تمام الملاح يصل 60-70% من قوة النتيجة. أسباب يعني بالضبط، سائق سريع وملاح ما يعرف الطريق. المراكز الإعلامية دورها بالنسبة لكم؟ أنا بالنسبة لي ما أعاني، لأني الحمد لله
يعني يمكن صرت معروف عندهم فيعني ما قصروا معي. يعني لازم تكون معروف؟ انا ما اقدر استاذ خالد، انا اعتقد اني تواصلت مع الكابتن ابراهيم قبل انطلاقه الرالي. انا ما اتكلم عن ابراهيم، معليش، ممكن ابراهيم يكون جميع المتسابقين. صح ولا لا؟ انا قلت المتسابق ابراهيم. عندما نتكلم عن ابراهيم نتكلم عن بطل، عندما نتكلم عن بطل سعودي اضيف ضمن الابطال. انا سؤالي غير ابراهيم مثلا الاعلام مثل مهم كسائقين، ليش ما تسال يعني انه الشركه او لانه في عندهم رعاة، عندهم لهم حقوق، لهم ولهم حضور. هذه اول شيء لازم نعرف حاجه رئيسيه في الرعاة وما الرعاة. المركز الاعلامي يرتبط في راعي رئيسي موجود من هيئه التطوير من منطقه حائل، وهالرعاة هذه هم الاساس في اداره هالرالي، هم الاساس او نقول هم شركاء النجاح. يبحثون عن اخبار، هم 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 السبب الرئيسي في استدامة الرالي كرالي. احنا لو نرجع لكلام سمو الأمير رئيس الاتحاد السعودي تكلم عن رالي حائل انه هو الرالي الوحيد الذي صامد، لانه الأسس بنيت بشكل دقيق جدا في استدامة هذا الرالي. انطلقت راليات كثيرة يمين ويسار، ولكن بقي رالي حائل كعلامة او نقول كلوجو او ماركة مسجلة بأبناء هذا الوطن، ولكن أيضا هناك قطاع خاص كان شريك رئيسي في نجاح هذا الرالي، والإعلام كان دوره جدا جميل في مواكبة هذا الحدث. لو نتكلم عن الرعاة المتسابقين، احنا موجودين معهم أستاذ خالد، ولكن هناك أولويات، الأولوية تكون شاملة. أستاذ إبراهيم، أنا أعتقد حضور الشركات مع أستاذ إبراهيم داخل السباق وتواجده على شاشات القناة الرياضية السعودية، أنا أعتقد أنه وصل جميع الرعاة للهدف. هل من خططكم مشاريعكم بدعم المتسابقين حتى يكون له فرصة أكثر في يعني لما يكون الشركة تبحث عن بطل، صح ولا لا؟ صحيح. لما يكون في معاه مجال إعلامي يساعده على أنه كيف يعني يسوق يبرز الاسم حتى لما يجي يقدم على شركة، أو ممكن الشركات اللي تجي توصل له. استاذ خالد، هذا انتم فكرتوا فيها كاستراتيجيه؟ هذه لا، كاستراتيجيه، مش استراتيجيه، نقول لك عنصر من عناصر ضمن استراتيجيه كامله اذا كانت هناك تطوير للهويه الاعلاميه للفتره القادمه. لكن احنا انا اقول له يعني الشركاء الرئيسيين هم المنظمين في الرالي، اما نقول الشركاء الفرعيين المتواجدين مع المتسابقين، بالعكس انا اعتقد انهم تواجدهم في المضمار، تواجدهم داخل الحدث يعني من خلال تنظيم المؤتمرات الصحفيه، من خلال تواجدهم في المركز الاعلامي، من خلال تواجدهم في السوشيال ميديا، انا اعتقد ان الرساله وصلت لهم كرساله اعلاميه. اما هذه ترجع للمتسابق نفسه خالد. خالد لو رجعنا خالد انا وياك 2007 2008 2009 كان المتسابق دعم ويبغى يعني هناك دعم، ما تجي الا باحترافيه السائق، باحترافيه الفريق. هناك فرق لها فريق اعلامي متكامل، يتم بالعكس متعاونين معاهم في صالة التحرير، ولكن صالة التحرير لها هوية أو نقول خط تحريري مختلف عن أي خط تحريري آخر. جميع المواد التحريرية تصل من الفرق تدخل هذا المطبخ الصحفي، مطبخ صحفي رالي حائل 2019، ويتم بلورتها بصورة مواكبة وتحفظ حق الرعاة، وتحفظ أيضا الإشارة الرئيسية ل أكثر من راعي أو شريك نجاح لهذا الرالي. هذه الأشياء ملتزمين فيها مع شركاء النجاح. التفكير اللي بديتوه يعني أنت بتتكلم تقول 2019 مختلف، إحنا نتكلم عن 18 و17، هل فكرتوا من خلاله معالجة الأخطاء، وخاصة يعني إنه ما يصاحب الرالي كفعاليات؟ أنا أعتقد إنه سمو صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد وسمو الأمير عبد الله بن خالد بن سعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل حريصين على مواكبة أو تجاوز أي سلبية من خلال التقارير الرئيسية التي تصل من المستشار عبد العزيز السيف وزملائه باللجنة الرئيسية، قادرين أنهم يتجاوزون أي سلبيات في هذه إذا وجدت. ولكن بشكل كامل انا اعتقد انه المنتج الاعلامي للرالي في ظل هالاداء، في ظل هالتواجد، ايضا لا ننسى انه القناه الرياضيه كي اس اي جزء لا يتجزا من المحتوى العام للمركز الاعلامي، وايضا
لأن هي الشريك الرئيسي الحقيقي في نجاح رالي حائل، هي الشريك الحقيقي في إبرازه للمناطق للعالم أجمع. حتى يعني أنا نشكر فيها الأستاذ محمد الأحمد فهد الأحمد الأحمد، إنه يعني حاولنا إنه تكون حاضرين معانا اتحاد الإذاعات العربية، وتم يعني التوصل إن شاء الله لتكون حقوق النقل متاحة لجميع الدول الخليج العربي وبعض الدول العربية لانتشار الرالي لانتشار المار. اليوم نتكلم عن التلفزيون الرسمي الياباني يبث تقارير كانت جدا جميلة في قناة طوكيو سبورت، أيضا بعض الصحف اليابانية. هل وجدت يعني تفاعل من اليابان بخصوص الإعلام؟ نعم وجدنا تفاعل جدا جميل. كان يعني السبب الأساسي أو الاهتمام بال الاهتمام يعود إلى السيارات اليابانية. نعم. يعود إلى مصانع، نتكلم عن مصانع كبيرة جدا، يعني أرض حائل أو نقول أرض النفوذ الكبير أو أرض السباق، فرصة لجميع المصانع السيارات لتجربة السيارات. يعني نتكلم عن سيارات الآن بيغيرون، حسب يتكلم معايا اليوم أحد الزملاء اليابانيين يتكلمون إنه 2022 المركبات حتتغير، يعني بتكون متغير، وجالسين يقسون في الرمال النفوذ الكبير قياسات السعوديين، آلية القيادة، آلية المراحل، المناطق الموجودة في هذا النفوذ. يعني نتكلم عن سهول جبال بشكل كبير يعني في حائل، يعني حتى التنوع موجود، يعني من الرديف إلى الغزالة أعتقد مسافات طويلة جدا. هذا جانب. الجانب الأهم في الموضوع إنه رالي حائل أصبح أيضا من اقتصاديات رياضة السيارات، وهذا الاقتصاد أيضا يحتاج إلى مواكبة. يعني إحنا نحاول الحين في المركز الإعلامي أوجدنا يعني بعض الزملاء الصحفيين متخصصين في اقتصاديات رياضة السيارات وغير موجودين يعني في مناطق أخرى، وهذه ميزة إيجابية موجودة في رالي حائل. جميل. لقينا لك الثالث. هذا ودك تاخذه معك السباق وتبدا بيه من بكره. عجلت الثاني وهذيك لا الثاني والله عجلة ضعت ما بتلاقي. انت معك الملاح وخل متعب معك. ها انا متخصص في الجبلي، النفوذ انا ما له. لا ما عليك نكفيك انت بعطيك تخصص بعد ثلاث ايام بشوفك هالمسافة ان شاء الله. طيب كابتن ابراهيم، ايش في نصيحه توجهها اليوم لشباب اليوم المقبلين لهذه النوعيه من الرياضيات الرياضات؟ طبعا المشكله ان النصيحه احيانا تكون صعبه عليهم. في ناس يبدون بدايه، كيف اقول لك، يعني انه مو بجاهز لا بسياره ولا بلبس ولا بشيء، فهذا من الصعب انك البدايه يعني مش وقتها اليوم. ايوه فتبدا مع فريق بحضور. أوكي. تدرس الموضوع، تبدا تبني معلوماتك، تعرف السباق ايش يحتاج، في اشياء تفاصيل قد يراها المبتدئ انها بسيطه وهي مهمه. اصعب شيء انك توصل للفحص الفني مثلا يقول لك سيارتك ما تجتاز. ليش ما تجتاز؟ لانك انت ما سالت عن الاشياء الفنيه والشق الفني لهذه الرياضه. هي يعني ياخذونها على انها سهله، النفوذ انا اروح النفوذ مع اسوق في البر شو مشكله. هي يعني الرياضه مش فرديه، رياضه جماعيه، رياضه سائق وملاح وتيم كامل لتجهيز السياره وبرضه اشياء اداريه، شق اعلامي، كلها مكمله. ما اقدر مبتدئ اليوم واقول ما عندي اخبار، لانك ما عندك اساسا تواصل مع الاعلام. انت مشغول بسيارتك لان فريق فردي، انت معتبر الفريق اللعبه فرديه، انت مشغول بسيارتك لانك انت سائق تعرف البر، بس ما اهتميت بالملاح. الملاح اي واحد يركب يدي غرض، لا اي خبر ينزل بالبركه، لكن ما فيه برضه تتعرف عليك وممكن تكمل. والله اتمنى انه الشباب يكونوا سامعين يعني كلامك ويتبعوا هالنصيحه، لانه فعلا على قولك هذا شيء جدا مهم. شكرا لك كابتن ابراهيم المهنا على حضورك، والشكر طبعا للاستاذ متى بالعوايد. شكرا هيفاء، وشكرا للاستاذ خالد، وشكرا للكابتن ابراهيم. يعطيكم الف عافيه. الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعه. اللقاء بكم يتجدد ان شاء الله يوم الغد في تغطيه اخرى وفي رصد على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية الرياضية. هذه التحية تقبلوها من الإعداد سعود هيف، وكذلك أيضا عارف المطيري، ومن الإخراج عبد العزيز الزهراني وفيصل السيمي ونايف شليم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.